طلقها عشاني وأنا مبسوطة قوي، وعمره 54 سنة. الفنانة رانيا يوسف تكشف هوية زوجها الجديد. مش هتصدقوا هو مين. رانيا يوسف تعيش قصة حب جديدة وتكشف عن هوية زوجها الجديد. تصدرت الفنانة رانيا يوسف أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت خلال مداخلة هاتفية لها برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا ارتباطها رسميا ودخولها في قصة حب جديدة مع شخص من خارج الوسط الفني. وقالت رانيا يوسف: أنا كنت قافلة الباب تماما لحد من 3-4 شهور، كنت مقررة أني مش هتجوز ولا هحب، وده عشان نفسي كانت مسدودة من كل اللي شايفاه قدامي من علاقات فاشلة. لكن دلوقتي في إعجاب متبادل مع شخص مواصفاته أنه متواضع جدا مكافح في حياته وبدأ من الصفر. وعن العريس قالت رانيا: هو أب الابن وحيد ومطلق، لكن واخد باله من ابنه وصديق لطليقته، وعلاقتهم صحية. هو أكبر مني بأربع سنين، مش هلبس فستان فرح طبعا لأني بكره كل التقاليد دي. وأكدت رانيا يوسف أنها لن تقبل في عريسها الجديد عدة صفات أهمها البخل، ليس على الصعيد المادي فقط ولكن من ناحية المشاعر والاهتمام أيضا، ولا يكون مهتما بالمظاهر الخداعة. تزوجت رانيا يوسف في بداية حياتها من المنتج محمد مختار، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الفنانة نادية الجندي، وأثار فرق السن بينهما حالة من الجدل، ولكنها نفت هذه الأخبار واستمرت معه طيلة 12 عام. رزقت فيهم بابنتيها نانسي وياسمين. وفي عام 2011 فاجأت الجميع بخبر انفصالها عنه، ورغم أنها لم تصرح بالأسباب الحقيقية وراء الطلاق، إلا أنها منذ عدة سنوات خرجت عن صمتها وصرحت أن سبب الانفصال هو أنه بخيل ولا يتكفل بمصاريف بناته، كما أوضحت أنه قد ساهم خلال فترة الزواج منها بالإنجاب فقط. بعد انفصال رانيا يوسف عن المنتج محمد مختار، سرعان ما تزوجت من رجل أعمال مصري شهير. تم الزواج بعد انفصالها بأربعة أشهر، ولكنها لم تستمر معه طويلا بسبب حدوث المشاكل الكثيرة والخلافات والقضايا بينهما. وصرحت أنها نادمة على هذه العلاقة التي جلبت لها المشاكل. زوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، والذي تحدثت عنه كثيرا أنها تشعر بالسعادة معه وأنه طيب وحنون مع بناتها، ولكنها لم تستمر معه أيضا، وقد دام الزواج لمدة 6 سنوات فقط ثم أعلنت انفصالها. ولدت رانيا يوسف 1 ديسمبر 1973 بمحافظة القاهرة. اتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم بدأت مسيرتها في عالم التمثيل من خلال الدخول إلى الإعلانات، ومن ثم شاركت بمسابقة ملك الجمال مصر العام 1997، وقدمت أولى بطولتها بالمشاركة في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي أثبتت نجاحها به. شاركت الفنانة رانيا يوسف في دراما رمضان الماضي بمسلسل بقينا 2 الذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي درامي حول امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع إليها وتحاول التصدي لتأثير قرار الانفصال فيها وفي أولادها الشباب وكذلك طليقها. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات قصة الثقافة ومعلومة، تابعونا